طيب بروفيسور، أي بتركيبة بالدستور احترمنا التعددية، نعم، كرسنا الطائفية السياسية، نعم، اللي هي الميزان لكل الطوائف لكيفية مشاركة هذه، نعم، الطوائف، نعم، بحكم لبنان بالسلطة في لبنان. لكن في مقاربة، لماذا ذهبنا إلى الدولة المركزية مع هذا التعدد ولم نذهب إلى الدولة الاتحادية على الأقل، نعم، اللامركزية، علما أنه نحن بال1920 أتينا من اللامركزيات، نعم، صح؟ كليا. ليش شددنا على المركزية وبعدنا منذ العام 1920 مرورا ب43 إلى اليوم مع ما مر لبنان من ثورات وحروب؟ يعني أثبتت الدولة المركزية غير صالحة لقيادة هذا التعدد كليا. بدي أقول لك إيه، إنه ما تنساش إنه الدولة المنتدبة هي فرنسا، والنظام الفرنساوي مركز يتمحور حول السلطة المركزية، صح، يعني باريس هي الأساس مش غيرها، بينما بكل البلدان يلي هي أنجلو ساكسون مش العاصمة هي الأساس، في عندك عاصمات تجارية وغيرها، وعندهم يعني فلكسيبيليتي، عندهم ليونة وتكيف مع الواقع والمعطيات الواقع المعقدة، بين الفرنسيين كانوا بغير بعض. أنا بدي أقول لك إيه، أنه أنا بتأسف أنه فون ميترنيخ 1842 يلي هو الفكر الألماني من نمسا، أنه شعر أنه هذا اللبنان هو مكون من أركان متنوعة، أساس الدين، لازم ننطلق من هالأساسات حتى نعمل نظام، حتى نرتاح بقى من المصائب والمشاكل والمذابح والمعارك. تصور انه، وانا رجعت لما اشتركت بلودفيكسهافن بمؤتمر بالمانيا، كمان الفكر الالماني يا خيي مختلف عن كل المفكرين. شو بيقول؟ يعني كلاوس هيليبراند يلي كان مسؤول على ملف اللبناني بالامم المتحده عمل محاضره ولا اروع من هيك. سؤال ساله، هل يا ترى مزبوط اللي عم بتقولوه انه الطائفيه السياسيه بلبنان هالقد سيئه؟ وبيشرح لك إياها كيف عم بتأمن إشراك كل مكونات الشعب بأخذ القرار وإدارة البلد وكذا. هو لبنان الوحيد ما في انقلابات عسكرية، هو الوحيد اللي في تناوب سلمي على الحكم. عامل شرح منطقي ورائع جدا. بقى تصور فون ميترنيخ هو اللي خلق القائمة قميتين، ولكن الفضل الكبير بالنظام اللبناني التعددي شكيب أفندي وزير خارجية الدولة العثمانية 1845، هو اللي أسس النظام الطائفي التمثيلي في لبنان. ليش؟ لحتى يعمل استقرار. هذا بيحكي عنه سيار الجميل يلي هو تعرف مؤرخ ورجل تاريخ مهم جدا من العراق، بيعلم بالكويت، بيعلم بالعراق، بالأردن وبقطر، عامل مقالة عن شكيب أفندي ودوره الاستثنائي، بيقول لك نقل لبنان من الطوائف المتحاربة المتذابحة المتناحرة إلى الطوائف المتعايشة واللي عم تحكم مع بعضها وبدير شؤونها ببعضها مع بعضهم بسلام. يعني هيدا كان سباق شكيب أفندي عن كل النظريات السياسية اللي تحكي اليوم عن الدولة التوافقية، كونسوسيشن ستيت، إيتا كونسوسيشنال. طيب قبل ما نروح للبريك بعد، نعم، عندي سؤال. يعني برأيك بروفيسور، لو ألغينا الطائفية السياسية في مهدها منذ 1926 تاريخ صياغة التاريخ، كنا وقعنا بالصراعات التي وقعنا فيها لاحقا منذ البداية مستمرة، ما في لها حل. إيرلندا الشمالية خير مثال على ذلك، سويسرا 150 سنة حروب بين البروتستان والكاثوليك، آخر شيء خلصت شو؟ تشرنقت في 26 كانتون. هلأ لما تجي بتلغي الكانتونات بسويسرا شو بتعمل؟ أنت تحضر للحروب. هذا هو كان السؤال، بإيرلندا الشمالية أنه فوتن متنوعين 17 طائفة، فوتن على دولة، صح، مركزية، احترم بس تعوا شاركوا فيها وعم يختلفوا بالمشاركة فيها، نعم، مازال ما يكون في مشاركة طائفية هيك بشكل شفاف صار عندنا محاصصة، ايه، طائفية وخلافات. هلا هي بنشرحها، ايه، هي بس مشرحها بعد البريك. ليش احترمنا التنوع ضمن المركزية ولم نحترم التعددية أكثر من خلال لا مركزية؟ خليني اتوقف مع بريك لو سمحت. مشاهدينا بريك قصير ونعود لمتابعة بيروت اليوم.